أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل نحل أمثلة على المانومترات. More solved problem on manometer، مسائل محلولة أكثر عن المانومترات. عندك هنا يقول لك example 5 as shown in the figure، كما مبين في الشكل هنا. The tank contains water and immiscible oil at 20 degrees centigrade. عندك هنا water وهنا اكو ثاني اللي هو شنو الاويل، زيت، والزيت الاويل بدرجه حراره 20 درجه مئويه. ايش رايد منه؟ قال لك what is the h in centimeter؟ ال h اللي هو هذا الارتفاع بالسنتيمتر. if the density of oil is، ايش قد ال density of oil؟ raw oil is the density of oil، هاي raw of oil جد تساوي 8 كيلوغرام. raw oil خلينا نسميها raw واللي هي 8 كيلوغرام. يكون متر مكعب. بعد عندك طبعا للووتر هم اعطيك اياها انا بالسؤال، انا هيك معلمك حتى تستخدم التيبلات الموجوده بنهايه الكتاب، بس هو بالسؤال انا اعطيك اياها قبل. يقول لك فور ووتر تيك ذا دنسيتي ذس. شوف الطالب اللي يحضر المحاضره ويعرف هاي التفاصيل بتسجيل المحاضره مو مثل الطالب اللي ما يحضر. يعني يقول هاي منين يجيبها الرو ووتر؟ انا بامتحان اعطيك اياها. الرو ووتر هنا انا اعطيك اياها رو دبليو واللي هي قيمتها 9.8 كيلوغرام لكل متر مكعب. هاي الرو ووتر. واللي هنا قايل لك from for water take the density، يعني عندك الووتر وعندك تروح للجدول درجة حرارته، درجة حرارة والووتر تطلع الكثافة مالته. يقول لي الكثافة تعتمد على درجة الحرارة ولو تغيرها جدا بسيط. مساحة افترضناها ألف، هي ألف يعني نفترضها بالحقيقة، هسه 998 ومو بعيدة، قريبة على ألف يعني. يعني حتى من يزيد درجة الحرارة كلش يشوف الفرق قليل بالكثافة يتغير. نفس الشيء نطبق المعادلة مالتنا مع المانومتر اللي هي نسميها apply the hydrostatic relationship for the oil surface to the water surface. نبدأ هسه منها من الأويل نتحول للواتر سيرفيس. skipping the a centimeter part، هذا نعبر ليش؟ لأن نفسه نوصل هنا نفسه هنا، لأن نفس الماء يعني حتى لو نضيفه إنه بنطرحه ماكو داعي، فنفس الليفل يعني هنا نفس الليفل. نجي أول ما نبدأ منها من فوق، هذا معرض للجو، يعني شنو الضغط اللي هنا معرض له بي هاتم، يعني ضغط الجو هذا الاويل. نفس الشيء وين بالووتر همش بي معرض للبي هاتم للضغط الجو. نبدا بالنا بي هاتم هذا الضغط الجو اللي هو معرض له، ينزل جوا هاي المسافه كلها لان نفس الماء كلها. فالرو اولا بما انه ننزل لاسفل اذا هي زائد، نجي نضرب الرو، يا هي الرو مال هذا الماء اللي هو الاويل واللي هي 8.98 في جي. خليني اكتب لك المعادله هنا بعدين اطبق لك احسن. نقول بي اتم نزل لي جوا زائد الرو مال الاويل في جي التعجيل الارضي في الارتفاع اللي هو كل الحد اللي هنا يصير اتش زائد 12 سنتيم، سنتيم حتى نحوله للمتر نقسمه على 100 فيصير 0.12 متر، فش يصير h زائد 0.12 بالمتر. هسه وصلنا هنا هذا نفس اللي هنا. خب هسه هذا احنا وصلنا هنا نفس اللي هنا، هسه نريد نصعد هاي المسافه اللي هي قد 12، هاي 12 سنتيم اللي هي 0.12 زائد 6 سنتيم المسافه.
هاي المسافة. فنجي هنا ايش نقول؟ ناقص يعني صعدنا اللي فوق الرو مال ووتر عندنا والتعجيل الارضي والمسافة اللي هي هاي قد هاي 0.12 زائد هذه اللي هي 0.06 ينقسم 6 سنتيم على بي. شو يساوي لنا الطرف الثاني؟ بيئات بيئات منا ومن ناطف حذف يعني حتى من القريه يصير بيئات ناقص بيئات اللي هي صفر كلمه. نجي الرو هنا الرو نعوضها مال اويل وهذا التعجيل الارضي وهاي الاتش نفسها قلنا لها وهنا الرو مال ووتر ايضا نعوضها والتعجيل الارضي. وبس صار عندنا بس هذا التيرم وهذا التيرم من ننقل هذا التيرم للجهه الثانيه هتصير مساواه. هذا اللي اختصرناه وصارت مساواة منا ومنا جي نفسها يختصر من الطرفين انه بتجي تقسم 9 9 8 على هذه صح تقسمها وانه بالاتش تضرب ذنه كلهم يسوي عمليات رياضية وتنقلها ناقص 0.12 تطلع لك الاتش يساوي لنا 0.8 متر يعني 0.08 متر اللي هو 8 سنتيمتر لان اضربها في 100 حتى احولها لسنتيمتر اللي هو طافع 100 انا بالمتر يطلع لك الانسر مالت الجواب. هذه ان شاء الله تكون واضحه. هذا المثال. ننتقل الى اخر مثال عندنا اللي هو هذا المثال السادس قبل لا ندخل بوابات على درس محاضره يوم الاحد. يقول لك هنا هم نفس الشيء مطيك هذا البايب سيستم الموجود. The system in the figure below is at 20 degrees centigrade. هذا السيستم مال هاي الموجود عندنا هنا من اي الى الووتر اللي هنا يكون عند درجة الحرارة 20 درجة مئوية اللي نحتاجها نطلع بيها بالجدول الكثافات المعينة اللي نحتاجها في حل المعادلة. Determine the pressure at point A. يريد الضغط بالنقطة A يعني B A هو المطلوب من عندنا ان نحسبه بهذه العلاقه بي اي. بي اي هو المجهول. ان باوند بير سكوير فوت اكيد وحداته هي باوند لكل سكوير فوت. ليش؟ لان اغلب الوحدات اللي معطينا هنا باوند لكل انج سكوير او فوت فنطلع الضغط بالباوند. جبنا احنا سابقا قلنا السبيسيفيك جرافيتي اللي هي الاس هي تساوي لنا الجاما مال المائع المعين نريده على جاما ووتر قلناها سابقا جاما ووتر. ومن يعطيك سبيسيفيك جرافيتي لهذا المائع الموجود هنا معناها شو تسوي السبيسيفيك جرافيتي معناها الجاما مال هذا المائع شو تساوي لنا؟ تساوي لنا اللي هي 0.85 سبيسيفيك جرافيتي في جاما ووتر. منها تضرب هذا بهذا حتى تطلع هذا. تضرب هذا بهذا. يعني اس في جاما ووتر. هنا ايش مطيك؟ جاما ووتر. وكله ووتر. تيجي تكتب المعادله مالتك من الايون وتحرك. من الايون تحرك، هنا انا ما راح اكتب المعادله انتم بتكتبوها راح قبل ابدي اشرح لك واحل اطبق لان شوي شوي انت تتفهم تفتهم الفكره وتبدي تحل. بادي من نقطه اي بي اي. النوب هنا ايش نحتاج؟ ينزل من اي الى هذا، هاي ينزل المسافه. انه بهذا المستوى ما ينزل ويصعد نفس المستوى هنا. انه بيصعد هنا وهذا نفسه هذا انه بينزل هنا للووتر للووتر اللي هو بي الاوتوماسفيري كان بس. البي اي هسه هذا عندنا الضغطات اي. ننزل يعني موجب. الرو الجاما مال هذا المائع اللي هو هذا المائع عندنا هنا واللي هي شنو الجاما مالته؟ الجاما مال هذا المائع عندنا هي السبيسيفيك جرافيتي اللي هي 0.85 في
الجاما ووتر اللي هي 62.4 باوند لك الهاي اعطيك اياها هنا بالسؤال جاما ووتر تساوي لنا 62.4 باوند لكل فوت تكري النوب الارتفاع عش هذا هي 6 انش تقسم على 12 حتى يتحول للفوت وصلنا هنا هسه نصعد هنا هسه هنا نصعد هنا اول شيء هذا السؤال هذا المثال المفروض الطلاب يعني من يقرونه يشوفون اكو مشكله المشكله شنو الجاما هذا ما اعطيته اللي هو الاويل والووتر موجوده بس هذا ما منطينه اللي هو الميركوري ما منطين الجاما مالته فهاي لازم هم انطيها لك هنا بالسؤال الكام مال ميركوري ال اتش جي نفترض هنا واللي هي 8 4 6 8 4 6 هنا من مطيك اياها الجاما هي 8 4 6 طلاب باوند لكل فوت تكعيب 8 4 6 باوند لكل فوت تكعيب انت هنا طلعت هذه هاي هنا تخليها عندك اولا بما انه راح نصعد لاعلى اذن سالب 2 الجاما مال ميركوري 8 4 6 المسافه اللي راح نصعدها هي 10 نقسم على 12 حتى نحول للفوت هسه صار عندنا هذا واللي هو نفسه هذا هسه ننزل هم ننزل موجب الجاما ووتر المسافة 5 هاي المسافة من هنا لهنا 5 على 12 ويساوي ان هذا نفس هذا اللي هنا وهذا البي اتم اللي بي اي بي اتم يعني بي اي نفس هذا بي اتم اوكي واللي هو شيد يساوي 14.7 باوند لكل انش سكوير فش تسوي؟ الانش عندنا كل فوت يساوي لنا 12 انش اذا هذا الانش هو بالمقام حتى تحوله الى فوت لازم تضرب في 12 تربيع اللي هي 144 يعني عندنا كل واحد فوت يساوي 12 انش اوكي وهنا عندنا تربيع حتى تحوله تضرب في 144 اللي هي دائما 12 تربيع فضروري الطالب يطلع على المحاضره ويشوف الشرح حتى يعرف هاي الارقام منين اجت المعادله فوق هاي والرموز انت حط رموز من يمك وسووا المعادله مثل ما كتبت لك فوق. بي اتم عندك هذا خوب كله هذا زائد تضرب الكل تطلع قيمه هاي تضرب تقسم تطلع قيمه تطلع قيمه هاي زائد تنقل او تقدر هاي زائد تجمعها ويا هاي تطرحها من هاي تطلع قيمه تغير اشاره تتحول هناك وطلعت عندك البي اي فقط ماثماتكس تطلع عندك 2770 باوند لكل فوت تربيع سكوير. أتمنى تكون واضحة وانتهت انتهت شرح هاي المحاضرة هذا اليوم راح أسد وأرجع أسد المحاضرة بين ما أتحمل وأرجع أسألكم طلبتنا الأعزاء إذا عندكم أي استفسار أو أي شيء تحبون أعيده بالبث المباشر.